أكد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة أن استضافة مملكة البحرين للمنتدى العالمي لريادة الأعمال والاستثمار 2019 برعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للمنتدى العالمي لاستثمارات رواد الأعمال 2019 تعكس الاهتمام الذي يوليه جلالته تجاه الارتقاء بريادة الأعمال والاستثمار، وتترجم رؤية مملكة البحرين 2030 وتوجهها نحو تبني أفضل السبل والممارسات الدولية لتعزيز الاستثمار والتكنولوجيا الصناعية الرابعة من خلال دعم الشباب الصاعد والمرأة البحرينية. وقال سموه في الكلمة التي ألقاها خلال جلسة اليوم الثاني من المنتدى العالمي لريادة الأعمال والاستثمار 2019 الذي تحتضنه المنامة بحضور 500 مشارك من رواد الأعمال والمستثمرين والممولين والخبراء، إن مملكة البحرين تعمل جاهدة على تمكين رواد الأعمال وتحفيز الابتكار من خلال رؤية 2030، وأننا نفتخر بالإنجازات التي تحققت في مجال ريادة الأعمال والاستثمار برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، والتي تجلت في مسابقة فكرة التي أطلقها بهدف تحفيز الابتكار والتشجيع على الإبداع بين موظفي القطاع الحكومي، والدعم الذي يحظى به رواد الأعمال في القطاع الخاص من خلال تمكين التي تقدم الدعم المالي والتدريب الاحترافي للمؤسسات الخاصة، وتمهد الطريق لها نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والمعرفة والتنمية المستدامة. وصرح سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة أن المجلس الأعلى للبيئة مستمر في بذل الجهود المحلية والدولية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مملكة البحرين وصولا إلى المنظمات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة، وذلك إيمانا من المجلس الأعلى للبيئة بأهمية تذليل التحديات العالمية التي تواجه بيئتنا وتنميتنا، وبالحاجة الملحة لتفعيل روح المبادرة والابتكار من أجل تحقيق مستقبل أفضل ومستدام للجميع. وأعرب سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة عن افتخار مملكة البحرين بالتعاون المستمر الذي يجمع مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لأكثر من 20 عاما، والذي أصبح نموذجا يحتذى به دوليا لا سيما في نشر مفاهيم برنامج تنمية المشاريع وترويج الاستثمار. I'll start by recognizing my profound appreciation to His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of the Kingdom of Bahrain. His strength, guidance, and support for entrepreneurship and investment is steering the kingdom sustainably, diversifying our economy, and promoting national wealth to society. طبعا الجديد في هذه السنة هو هناك مزج بين منتدى المستثمرين العرب ال18 ورواد الأعمال. في الأول مرة إحنا نجيب فئة رواد الأعمال مع المستثمرين في المنطقة العربية. طبعاً ده حيخلق نوع من الترابط والاستثمارات بين رواد الأعمال الشباب والمستثمرين العرب. نحن سعداء في الأمم المتحدة بتواجدنا اليوم في هذا الملتقى الذي يتم بجلب خبرات من مختلف دول ومختلف قطاعات لكيفية تفعيل اقتصاد المعرفة والاقتصاد القائم على التكنولوجيا. إن الاقتصاد يتغير الآن بصورة وطيدة وسريعة، فنقل خبرات في هذا المجال
تعطي ثقة سواء للشباب للحكومات أنه يمكن فعلا خلق فرص جديدة في هذا المجال.